أصدرنا تقريراً عن معهد نيو لاينز قدرنا فيه قيمة ضبطيات الكبتاجون بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار، لكن هذا لا يرسم الصورة بأكملها، فهناك الكثير من حبوب الكبتاجون التي لا تزال تتسرب عبر الموانئ والطرق البرية ولم تكتشفها سلطات إنفاذ القانون، إضافة إلى شحنات تم ضبطها ولم يعلن عن ذلك. صادر مسؤولو الجمارك بالتعاون مع شرطة الأموال 14 طناً من الكبتاجون، ما يعادل 84 مليون قرص بقيمة سوقية تتخطى 1 مليار يورو. هذه المادة أرسلتها شركة سورية وأنتجها تنظيم الدولة الإسلامية داعش لتمويل الإرهاب. كان تنظيم داعش وقتئذ في أضعف أحواله، ولا يمكن لمنظمة إرهابية هزمت إقليمياً أن تنتج شحنة مخدرات قيمتها 1.1 مليار دولار وترسلها لأوروبا، بل وأن تشحنها من مرفأ اللاذقية الذي اكتشف الإيطاليون أنه مصدر السفينة، فهو ميناء يخضع لسيطرة النظام السوري، لذا كان اتهاماً سخيفاً من البداية ولم يكن له معنى. في شباط فبراير عام 2023 أسفرت تحقيقات مطولة لشرطة الأموال الإيطالية عن توجيه الاتهام لرجل أعمال سوري يدعى طاهر الكيالي باعتباره المسؤول عن تهريب 14 طناً من الكبتاجون إلى ميناء ساليرنو.